استاذه فاطمه من طنطا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه فاطمه اتفضلي. ازيك يا دكتور عمرو؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبصحه وسلام وفضل ونعمه. انا كلمتك من كام شهر كده، كنت لسه مخطوبه وعند اهلي وفي مشكله عندي، يعني كنت بستشير حضرتك فيها يعني. حضرتك نصحتني بحاجه وانا عملت بيها، ربنا كرمني ولسه متجوزه من شهر. جايلي ربنا يرزقك صالحه يا رب. ان شاء الله ربنا يرزقك ذريه صالحه ويفتح عليك ويديم ما بينك وبين زوجك الموده والرحمه. يا رب يا رب. اللهم من هو بما انه بيسمع حضرتك انا عايزه ادعي له، وربنا يا رب يقويه على الحياه ويسدد دينه ويبارك لي فيه يا رب، وما احرمناش من بعض. وتاني حاجه عايزه اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا بقالنا 4 سنين كنا مخطوبين، وكانت الظروف ازمت معاه شويه فما عرفناش نتجوز الا ايه مبلغ يعني زي المبادره وكده. فأنا حاسه ان انا ايه زعلانه ان احنا جبناه، يعني هو كارد صغير عشان نتجوز، مش هنعرف نتجوز الا لما نجيب. فهو جابه وحنا احنا بنسد فاضل فيه يعني 4 شهور بالظبط، هو بيشغل بيسد الحمد لله. فانا زعلانه ان احنا جبنا كارد يعني، بس لو مش هو ما كناش عرفنا نتجوز. لا يا ستي ما تزعليش، القرض ده لو كنتوا انتوا خدتوه عشان تتجوزوا وما كانش هينفع الجواز من غيره، وكنت ضروري ان انتوا تتجوزوا مش قادرين تصبروا. والله احنا جبناه عشان الجهاز بالظبط، يعني حتى ما خدناش جنيه منه الجبنه، ولا جبنا اكل ولا عشت ولا عملنا اي حاجه. بس طيب حاضر، اذا كان ده عشان تجيبوا ده فدوت من قبيل التمويل، ودوت مش حرام ولا حاجه، وما تزعليش ولا حاجه، وما تكدريش الراجل ولا تكدري نفسك. ان شاء الله ربنا يبارك لكم في حياتكم، وان شاء الله يملي لكم خير وبركه، وان شاء الله يبارك لكم ويرزقكم الذريه الحسنه ان شاء الله، ويوسع عليه وان شاء الله يرزقه رزقا حسنا ويهنيكم ان شاء الله.